ولمتابعة القراءة في هذا المشهد الفلسطيني ينضم إلينا هاتفيا من غزة سيد طلال عوكل الكاتب والباحث السياسي. أستاذ طلال، إلى أين برأيك ستسير الأمور وسط هذا الصمت من جانب الجهات حتى اللحظة؟ على الأقل هناك سيناريوهات كثيرة تحدثنا مع ضيوفنا من ردة الفعل، كيف تقرأ أنت ردة الفعل الفلسطينية؟ أتحدث هنا عن الجهاد وبقية الفصائل خلال الساعات القادمة من واقع الخبرة السابقة ومتابعة هذه الحالة. يعني حتى الآن الجهاد تصمت في إطار صمت فصائل المقاومة، الغرفة المشتركة. يعني لم يظهر حتى الآن أن إسرائيل ستنجح في تحييد حركة حماس وفصائل المقاومة، ويترك للجهاد الإسلامي أن تتصرف سواء بالرد أو بالقبول بالتدخلات من أجل التهدئة. حتى الآن المشهد العام هو أن هناك شيء متفق عليه بين كل الفصائل في غزة، وهذا تكتيك لأول مرة بما فيهم حماس. أستاذ طلال، بما فيهم طبعا بما فيهم حماس، لأن أنا أسأل إنه البعض كما تعلم حضرتك يعني يتحدث عن علامات استفهام عن تدخلات حماس في المرات السابقة، وإنه هناك تحييد لحماس كما يقولون. يعني بدي أفترض إنه هناك من يشك بهذا الأمر، وبالتالي أن حركة الجهاد الإسلامي تنضبط ل حركة حماس. ما هو الثمن الذي ستقدم إسرائيل أو غير إسرائيل للجهاد أو لحركة حماس؟ يعني بصراحة كل الدعوات من أجل وقف إطلاق النار، هو ما جراش إطلاق نار متبادل، جرى إطلاق نار من طرف واحد. صحيح. بالتالي الدعوة للتهدئة، ما هو في المشهد أن الفلسطينيين هادئون، وبالتالي ما معنى الدعوة للتهدئة أو وقف إطلاق النار أو إلى آخره؟ هذا أولا. ثانيا، العمل الإجرامي الذي قامت به إسرائيل صب فجر هذا اليوم في قطاع غزة ليس عملا معزولا. لا أحد من المتدخلين، حتى لو الولايات المتحدة تدخلت بمعنى مباشر، يستطيع أن يضمن بأن إسرائيل لن تقدم غدا مبررا لتصعيد الوضع مع المقاومة في قطاع غزة. ما نحن صباح هذا اليوم، يعني بعد أن توقفت الغارات الإسرائيلية وأدت إلى ما أدت إليه، كان هناك اقتحام واسع وبشع لنابلس وللخليل، كان هناك اقتحام للمسجد. وأعتقد يا أستاذ طلال أنه تصريحات نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس الشباك تؤكد هذا المعنى بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل. بالضبط. طبعا هناك عنجهية وتضخيم ومبالغة في حجم الإنجاز، رسالة للداخل الإسرائيلي، الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ولكن ماذا تفعل إسرائيل حتى الآن منذ أن توقفت عن القصف؟ حتى الآن ماذا تفعل؟ هي تقوم بإجراءات واسعة مكلفة، تهجير، فتح ملاجئ، يعني وقف الحركة على الطرق، ابتعاد الجيش الإسرائيلي عن الحدود مع قطاع غزة خوفا من الكورنيت. يعني هناك ارتباك شديد في إسرائيل وخوف من أن يأتي الرد من قطاع غزة. برأيي إذا سألت، الرد سيكون موجود، إن لم يكن اليوم أو غدا سيكون موجود خلال أسبوع. لماذا؟ لأنه جزء من أهداف نتنياهو هو من خلال هذا العدوان استيعاب الرد الذي سيقع من الفصائل مهما كان حجمه، حتى تتحرر إسرائيل في إقامة مسيرات العودة بالطريقة الاستفزازية التي تكررت وتراها مناسبة وتسببت في انفجار الوضع في عام 2021. مفهوم. إذا نحن ذاهبون إلى التصعيد إن لم يكن بسبب هذا. شكرا جزيلا.
أنا أشكرك شكرا جزيلا من غزة السيد طلال عوكل الكاتب والباحث السياسي أن كنت معنا في هذه المداخلة.